بسم الله ما شاء الله يا بنات، شايفين بقى القرص والمنين بتاعنا والقراقيش، حاجة كده تحفة. شايفين القراقيش عاملة ازاي والقرص يا بنات؟ تحفة 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 تحفة، بسم الله ما شاء الله. يعني عايزة اقول لكم ده اجمد فيديو قرص ومنين بالعجوة على اليوتيوب. تسلم ايدك يا ست الحبايب. شايفين القرصة؟ سلام. هوريك على كده عن قرب. شايفين القرصة مفرغة مش مكتومة، دايبة. هنوريكم دايبة ازاي، اهي دايبة دوب اهي، ما شاء الله جميلة جدا شكلهم بألف هنا. ومليانة بقى فراغات، يعني القرصة بتاعتنا مش مكتومة. بتمنى بقى الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم، وتحطوا لايك والشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير على طول على طريق الست الحباب. حط اللايك وكومنت جميل منك، ويلا بينا نشوف الطريقة على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، تنعاد عليكم الأيام بخير. النهاردة ماما جايبة لنا 2 كيلو دقيق، زودوا الكيلو. اصل احنا نعمل يعني ايه المقادير قلنا نعمل كيلو قرص وكيلو منين بالعجوه، بس هي اصلا نفس العجينه نفس نفس العجينة. العجينه، فقلت الكيلو مش هيلحق يعمل حاجه، فجبنا 2 كيلو النهارده. 2 كيلو دي يا وهقول بنات، لكم برضو على مقادير الكيلو، لو انت عايز تعملي كيلو هقول لك المقادير ماما برضو. هينصصوا بقى يا غالي، تمام. ينصص اول حاجه معانا 2 اتنين كيلو دي. اي نوع متعدد الاستخدامات، مش اي مشكله، حتى اللي هو اللي بالكيلو عادي. الاتنين كيلو دي بنعزل لهم ايه بقى؟ هنعزل لهم 800 جرام سمنه، ولو بالكوبايه يبقى 4 كوبايات سمنة ملانية. يعني الكيلو ليه 2 كوبايات من السمنة، سمنة مقدوحة ده سخنة. يعمل كله ينصص المقادير اللي انا بقول عليها دي. السمنة بتاعتنا مش على البرد، السمنة بتاعتنا على السخن، سخنة مغلي، يعني مغلي يعني سخنة جدا. ومعلقتين سكر للخمير، ومعلقة ريحة معلقة الكحك. كبيرة من ريحة الكحك، لو ما عندكيش تقدري تستغنى عنها مش أي مشكلة. وباكو بيكنج باودر وباكوين خمير، او معلقتين كبار من الخميره، او معلقتين او كبار، ومعاهم معلقه كبيره من البيكنج باودر. المقادير كلها سيبها لكم في صندوق الوصف. وفانيليا للعجن، و رشه ملح، رشه ملح او ربع معلقه صغيره، ربع معلقه صغيره. واللبن بقى عندنا ايه؟ 4 كوبايات، نحتاج 3، نحتاج الـ4، 3.5 زي ما العجينه ايه تاخد. تمام. معانا اللبن بتجيبي جنبك حوالي اللي هي اللتر كامل، اللي هم 4 كوبايات، تاخدي منهم 3 كوبايات، 3.5 كوبايات، ممكن تاخدي الـ4 على حسب نوعية الدقيق. تمام. اللبن بتاعنا بيكون دافي، والسمنة بتاعتنا بتكون مقدوحة. دي تعالوا بقى العجينة. نشوف الحشوة بتاعتنا عبارة عن ايه. معانا بقى للحشوة يا بنات كيلو من العجوة، وعليهم بظرف من الفانيليا، وهنا معايا سمنة 4 معالق كبار من السمنة البلدي. هنعجنهم بيه، هنعجنهم بقى عشان تدينا طعم السمنه البلدي كده. والسمسم المحمص ده هنعجنه به. وسمسم محمص 6 معالق كبار من السمسم المحمص، ومعانا كمان السمسم اللي هو اللي على الني اللي هو الطري للمنين. ده هنعمله نستخدمه لتزيين المنين، ده لوحده كده لسه مش هنستخدمه دلوقتي، هنركنه معاكم على جنب. بس وطبعا ميه دافيه يا سلام العين الخمير. اول حاجه يا بنات بتعملوا اختبار الخميره بتاعتكم، لو انتم مش متاكدين من النوعيه بتاعتها، عباره عن 2 معالق كبار من الخميره عليهم 2 معالق كبار من السكر. هنحط السكر والخميره، نحط ايه، وعليهم ميه دافيه زي زي دمع دمع العين. العين. ميه زي دمع العين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونقلبها كده ونتركها شويه عما نشتغل تكون الخميره تفاعلت. امال ايه الحاجه بتتكل. انا من النوع اللي بحب نوعيه دريم جدا، بس هما كل مره لازم تعمل اختبار الخميره بتاعتها، تقول ممكن تكون صلاحيتها فايته واحنا ما نعرفش، ممكن تكون مش حلوه، فهي دايما تحب تعمل اختبار. خلاص كده هتركنها على جنب، وتعال نشوف نشتغل في المقادير بتاعت باقي المقادير بتاعتنا على طول. ما شاء الله. نحط ايه؟ رشه الملح، اول حاجه رشه من الملح، والمعلقه الكبيره من ريحه الكحك، والفانيليا العجين، ننزل بقى بالسمنه. بسم الله سخنة بس يا بنات، السمنة بتاعتكم بتكون مقدوحة، شايفين بتنزل تغلي ازاي؟ لازم تكون مقدوحة عشان يبقى معاكي دايبة دوب. احنا بنعمل الكحك بنص كيلو من السمنة للكيلو، تمام؟ لكن الـ القرص بتاعتنا بتكون دايبة، فيا دوب كفاية قوي عليها ربع ونقص 400 بالجرام جرام بس يعني حوالي نص كوباية. قلبي من نص اهي، بتقلبي بقى بأي حاجة عندك، معلقة خشب، معلقة سيليكون، مقصوصة زي بتاعت ماما كده، تقلبيها مش أي مشكلة. بسم الله الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على اللي فج منه النور محمد بن عبد الله. تمام.
خلاص كده ماما دلوقتي بتبرد السمنه عشان خاطر نقدر ان احنا ايه نمسك العجينه بتاعتنا نلبستها. هنمسك الحاجة بإيدينا بقى. خلاص كده الدقيق خد من ايه من سخونيه السمنه. ماما كده بتبستها وانا هنزل اعمل معاها دلوقتي. بنمسكها كده، هي دي النجاح بتاعها مش بس دي بقى، هنبس كده تبقى زي حبيبات الرمل زمان. ايه كل ما تبصوها يا بنات تشرب بقى السمنه بتاعتك وكل دي الشرب من السمنه، فتبقى القرصه معاكي دايبه دوب كده. ودي بيض اكتر اهي. ماما لما بتيجي تعمل بقى بتعمل بالخمسة كيلو والتمانية كيلو، فتبقى ما شاء الله اللي بتاع دي مليانه، وتلاقيه بقى انا قاعده انا ومرات اخويا واختي، وتلاقينا ملمومين كده، وبتبقى لمه جميله. انت عارفه تعمل لنا عينات، قاعده تعمل لنا عينات. انا بعمل مش راضي اعمل كميه كبيره عشان حبايبي اللي بيعملوا كيلو واحد ما يتضايقوش، فانا عملت النهارده 2 كيلو، قلت كيلو للمنين وكيلو للقرص. طب مامتك كانت بتعمل 5 كيلو و4 كيلو، ما كنا بقى مام تاني بقى. مام تاني بقى، مام تاني. خلي بالك تتي تتي يا بنات تتي. ام الله يرحمها، الله يرحمها، كانت بتعمل من 10 و15 كيلو. تيتا دي يا بنات كانت ست ستات، عارفين ده كده، كانت بتوزع على الجيران وعلى اخواتها وعلى بناتها الاربعه، فكانت بتعمل بال 15 كيلو. الله يرحمها، ونسوان عيال روح الصلاه الساده الرحمه، يعني كانت على كبير ما شاء الله. وكانوا مع بعض بقى، كل واحده تاخد في شقتي، وكميه عند امي تقف في شقتها تحت في العيل، لان كل اللي يجي يعيد في بيت العيل. كانت ايام جميله، الله يرحمه. فافرحوا بقى ولموا حبايبكم واعملوا الحاجات الجميله دي، احنا عملت لكم كل فيديوهات نواعي من العيد، القرص والكحك والبسكوت والبوتيفور والغريبه، جربوا ما قدرنا وان شاء الله تدعوا لنا. خلاص كده احنا خلاص اهوت بستناها، بقت جميلة ازاي؟ عسل. شوفوا يا بنات شوفوا خمر طيب جميل، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على. شوفوا ده الخميرة بقى عملت معاكي كده فوليوم وفقاعات، اعرفي ان الخميرة بتاعتك ناجحة والحاجة بتاعتك ناجحة بأمر الله. انا بقى اللبن كريم وملك. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ ننزل مش بكل كمية اللبن، انا معايا 4 كوبايات، هنزل بحوالي 2.5 كوباية في الأول بس. احنا بنعملها اوقات بياخد معانا 2 كوبايات الا ربع، واوقات في نوعيه دي بناخد 1.5 كوباية بس، عشان كده احنا بنقول لكم جهزوا 4 كوبايات معاكم جنبكم، وايه واحده واحده حطوا. ولم برضو يا بنات مش عاجن، لم برضو هي نواعي من العيد كلها بتتلم، على عكس بقى القرص والكماجر اللي ماما بتعملوه لنا لازم نعجن فيه، تنزلنا بالطشت كده ونعجن. نعجن 10 دقايق ربع ساعه. لسه البيكنج بودر بقى اخر حاجه، هنحط الايه البيكنج بودر يا بنت عشان ما تكونش الحاجه سخنه يفسد. عشان ما يفسد القلوب اصلا، دافي حلو وجميل اهو. نبدا ننزل بقى بايه بالبيكنج بودر. ايدك تحس بالحاجه، لا الخميره ولا البيكنج بودر، عشان في ناس ما الحاجه بتبوظ منهم من كده، بالحاجه السخنه الاول بتموت الخميره ودول. لكن العجينه احنا قدرنا ايدينا تستحملها عادي. هاتي يا ام ملك شويه لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. حليب في الدول العربية، احنا متعودين المصريين نقول لبن. عملنا لها اختبار برضو يا بنات لاخر نقطة اهو، لسه باقي معانا نقطة بسيطة في اللبانة، لسه برضو فيها ايه تشقيقة بسيطة، هنحط بقية كمية اللبن وما عادش هتاخد اكتر من كده. خلاص كده خدت معايا ال4 كوبايات. خلاص كده يا بنات لمينا العجينة، والعجينة بسم الله ما شاء الله عاملة زي عجينة الملبن، بصوا كأنها ملبن، لا بتشقها ولا مقطعة ولا أي حاجة، جميلة جدا اهي. مش باينه يا ماما، نزلي ايديكي شويه اهي يا بنات، جميله جدا العجينه ما شاء الله، الله اكبر عليها. هنحطها في كيس دلوقتي ونريحها كده 5 دقايق، عم نعمل الحشو. وتعالوا بقى يا بنات نجهز الحشو بتاعتنا على طول. معانا ايه بقى؟ معانا كيلو من العجوه. انا جايباها من عند فور كيك، تقدري تستخدمي العجوه الفاتحه العجوه الغامقه زي ما تحبي. جميل العجوه، جميله اهي، بسم الله ما شاء الله. لو طريه معاكي اعمليها على البارد، لكن لو دي من نوع يعني لو انت في البرد وجامده معاكي شويه، لو انت شفت الفيديو ده على نار هاديه، على نار هاديه وفي حله كده، وحطيها على النار وسيحيها بحته السمنه تبقى معاكي زي الفل. عليهم بقى يا بنات عليهم 6 معالق كبار من السمسم المتحمص، مش سمسم ني، تمام؟ وعليهم ايه؟ 2 معلقة كبار سمنه بلدي.
السمنه البلدي لما بتعجني بيها العجوه بتبقى مخليه القرصه كلها كانها بالعجوه. ايوه درجه لو انت حراره عايزه تعملي القرص بتاعتك بقى بالسمنه البلدي بخليط من السمنه مثلا، يعني انا عامله السمنه بتاعتنا دي ميكس بين الروابي والسمنه البلدي، بتدي طعم وتست حلو جدا وبتقلل طبعا في التكلفه. تحلي دي يا ممول. ومعانا كمان كيس فانيليا، كيس اللي هو الصغير خالص، رشه بسيطه من الفانيليا، زفه، وبنعجنها بقى كلها كده مع بعضها لحد ما تتشكل تبقى معانا زي عجينه بالظبط. ربنا يشفيني ويشفي كل اللي مريض صاحب المرض ده، يا رب يشفيه يا رب يا رب. ماما يعني ده بتوجعها عشان كده انا بساعدها، طالبه دعواتكم. ربنا يديك الصحه وطول العمر يا ماما، والله بيدعوا لي دايما في الكومنتات ودايما بيطلبوا مني انك تدعي لهم. يا رب يصلح حالهم يا رب، ادعي علينا الايام بخير يا رب يا رب. اللي كمان بتقول لك ادعي لابنها ربنا يرد لها، والله مش عارفه هو مسافر ولا ايه، بتقعد كل سنه بتطلب مننا احنا ندعي لها ربنا يرد لها ابنها يا رب. يا مستقر. رب يرد لها سالم غانم يا رب، وتفرح به ويجي لها بالسلامه يا رب. ابن حواء وادم اللي يعلم باسم ام سلطان، امها اسمها ايه، هو اللي يعلم به يا رب يرده له ورد اي غايب يا رب. كده كده العجوه بتاعتنا اتعجنت هي يا بنات. كده ماما بتمسكها بقى تشكلها زي كور صغيره قد البندقي ده حجمها، بنكورها عشان تكون سهله معانا في التشكيل على طول. تعالوا بقى يا بنات نشكل القرص بتاعتنا على طول. انا جبت الصاجون عشان اللي نعمله نحطه فيها بدل ما نحطها على على الطبليه ونرجع نحط في الصواني، لان عندي الصواني ما شاء الله كتير، هنعمل ونحط على طول في ايه؟ على الطبليه. ايه على ال في الصواني. في الصواني. الواحد صايمين صايمين يا جماعه صايمين، يعني ما اعملش حته معاكي. اعملي حته عجينه. اعملي معاكي. شايفين عامله ازاي؟ زي الملبن بالظبط اهي ما شاء الله. ماما بتحبش تعمل حاجه تكون كبيره، ماما بتحبها تعملها صغننه كده على قد قطمه والتانيه وخلاص، وتنعمي في ايديك العجينه وبعد كده تقوم ايه حاطه جواها حته العجوه اهي. انا مش عارف اعمل زيك، انا عارفه يا ماما. ليه؟ ابن الوز عواد. ده انت سبقتني يا ام مالك. ازاي ده علمناهم الشحاته؟ لا شو بتاعتي، شو بتاعتي كبيره، بتاعتي حلوه بس بتاعت ماما ايه احلى. لا 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 تخنها قوي يا غالي. اه شفتوا بتاعتي تخينه، هم قالت لها تخينه. لا عشان لسه مش الخمر. مشكله بقى واحده يا ماما بقى. لسه الخمر. اه مش مشكله. لا 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 هتقعد بقى نعيب بقى. لسه هتخمر. اها. طب خلاص هقول لك، انا خدت منها حته عجينه وهعملها تانية، هخليها اصغر من بتاعتك كمان. عشان بصي يا ام ملك لسه هتخن. اه اهي صغرتها لك اهي، ولا تزعلش. مش عارفه انا ايدي اصلا جايه في الكاميرا ولا لا. بنت خير بتقطع تقطيعه كبير. هي ملهاش دعوه بخير بقى ولا بتاع، بس هي ايه ماما بتحب كده، ما بتحبش ان القرصه تبقى كبيره والمفشلقه وكده، لا بتحبها القرصه تبقى صغيره. هي مش هتسكت، بتعدل عليا. سبقتيني وقعدت تجامليني. ايوه. اها. لا حاجة، خلينا نخلصهم نعملهم ثلاث قرصات ونقوم. ورانا فطار ولا لسه نعمل فطارنا. ما تنسوش تحطوا لنا يا بنات لايك، اهو بشحت منكم اللايك. الله يصلح حالك يا مريم. انت ايديك اصلا مش باينه من ساعتها في الكادر يا ماما. والله. والله العظيم. انا مش مهم بقى ايدي لو ما جتش عادي، انا مش عارفه ليه مش معايا حد يشوف الكاميرا شغاله ولا لا. اهو بتقومي عامله مكوره حته عجينه، وش هيكون ناعم كده بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله بقى، هتعملوا احلى شويه قرص لاولادكم. بصوا هتدعوا لنا. كان عندي فيديو اللي هو بتاع الصبح بقى بتعملوا الشاي يوم العيد الصبح، وكل واحد ياكل له قرصتين مع ايه؟ مع الشاي، او حبايه منين مع الشاي. المنين عندي ولادي و اما تعيدوا بقى يكون الطبخ الطبخ، تبقوا تاكلوا بقى لحمة، لو ان الناس ذوقت من اللحمة طول الشهر والفراخ. بس وعيد كل سنة وانتم طيبين. طب صحة وسلامة يا رب يا ماما. كانوا زمان اهالينا اقول لكم كنا كناش بنفطر قرص وشاي، كنا بنعمل ايه؟ كانوا يعملوا الفتة. الفتة الاول يوم الفتة. يحمصوا العيش ويسقوا الشوربة وعليه الرز وعليه اللحمة الهبر، نفطر ازاي يوم العيد لحم؟ افطار عشان تعرفوا تمشوا طول النهار وتعيدوا طول النهار. كنا بقى نمشي نقعد نعيد ونروح لجيراننا ولاهلنا ولحبايبنا. كان زمان في ود اكتر من الايام دي. ولادنا بصراحه اتظلموا،
يعني انا كان ايامنا كان العيد مختلف، كان العيد ليه فرحه مختلفه عن الوقت. اللي ولادنا لا اتظلموا، اللي هو جيل الانترنت بصراحه مظلوم. ونروح المراجيح اقول لكم بقى، نروح المراجيح كان عندنا كده حته وسعيه اسمها ام غبره للبلد اللي عارفين ايه، كانت كلها مراجيح وسي قلابي ولعب، واللي بيبيعوا لعب الاطفال والحاجات دي. كانت ايام حلوه، ايام جميله، وكان في كل بلد زي بلدنا كده، كل بلد كان فيها منطقه كده واسعه فيها المراجيح والحاجه. ونرجع بقى العصر البيت. مين بقى من جيل اللي كان بيجي فيلم هندي اول يوم العيد ونستناه من بعد الظهر، نقعد قدام التلفزيون نستنى الفيلم الهندي بقى ده انا بقى، واحنا على القناه الثانيه. كان الرؤى ولا الثانيه مش فاكره. هما كانوا لا 3 قنوات، اولى وثانيه وست. الوقت القنوات الفضائيه ملت الدنيا. لا ده كانت ايامنا والله، كانت رغم كده كانت ايامنا كلها حلوه. عن كانت بركه، كانت ايام كلها بركه. العيل الوقت كل واحد ماسك تليفون، البيت بقى في 7 8 او 6 او 4، فيه ال4 تليفونات، فيه ال6 تليفونات. الطفل الصغير طالع من اول من بره. دي بتاعتي كبيره شويه، كله حلو الا بتاعتي كبير. دي الاولانيه. خلاص كده يا بنات، عملت جزء من العجينه بقرص بالعجوه زي ما انتم شايفين، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، شكلها تحفه. بصوا تتاكل اكل وهي لسه نيه ما شاء الله. هنرجع بقى دلوقتي، تعالوا بقى نعمل بقيه الكميه، نعملها منين على طول. بنحتاج للمين يا بنات؟ اكياس من اللي هي بتاعه الثلاجه، بنفتحها بتبقى كيس معايا مفروض بالشكل ده اهو، اكياس ثلاجه فتحتها. ومعايا كمان النشابه، لو ما عندكيش نشابه عارفين الدراجه اللي كنا بنعمل بيها العيش زمان. اي حاجه ممكن ما تحتاجيش هقول لك تعمليه برده ازاي من غير النشابه ده كده، وتفردي برده بتاخدي كميه حلوه كده من العجينه. ها كتيره دي، وبنبدا ان احنا نفردها بايدينا بايدينا اهي. يعني لو انت ما عندكيش نشابه مفيش مشكله. نحط عليها كيس تاني اهو، وابدا ان انا افردها بالنشابه عشان تسهل التسهيل يعني علينا مش اكتر. تجي ام الكيس خلاص كده يا بنات، تمام كده بنركنها بقى على جنب. وتعالوا نعمل العجوه بتاعتنا بنفس الطريقه بتعمليها عجوه. خلاص كده بقى عندنا واحده عجينه وواحده ايه، إيه عجوه. بنشيل بقى الكيس اللي على وش الراس ده، بنشيل برده اللي على العجوه، وبناخد بقى العجوه بالكيس كده وبنحطها فوق بعضها وسويها بحيث ان يبقوا قد فوق بعض. لو في اجزاء مش فيها عجينه اهو، العجوه بنشيل وبنحط، لو في حاجه زياده بتاع حاجه بنحطها. خلاص زي ما انتم شايفين اهو يا بنات، سويناها وخليناها زي الفل. بتعملي ايه بقى؟ بتاخدي كده طرف العجينه تبداي تعملي ايه، حرف بسيط كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، تظبطي في الاول بس تلفيها زي رول، زي رول اهو. بكيس يا ماما اعملي بكيس. لا بس عشان اشيل بس العجينه، طرف العجينه اهي، بتشيلي بس طرف العجينه وتعمليها كده، وبعد كده بالكيس بتلفي كده. بالشكل ده اهو، خلاص كده تمام. وبتبداي بقى خدي طرف العجينه، انت ممكن تسويه لوحده بس عشان بس ايه نعمل كميه اهو. شايفين ممكن تسويه خالص مش اي مشكله خالص، يعني حلو. لا لا ياكلوه اه. وبعد كده شويه من هعملها عريضه عشان ما تقلبش مني. بسم الله الرحمن الرحيم، قطعي بقى التقطيعه اللي تريحك. شايفين يا بنات سهله جدا، ما خدتش وقت خالص، وهتعملي كل الكمية بمنتهى السهولة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منسوش بقى تدعموا الفيديو ده باللايك عايزاه يوصل لأكبر عدد من المتابعين عشان نستمر معاكم في الفيديوهات دي بإذنك يا رب. هي يا بنات شايفين، عايزين أوريكم شكلها. شايفين أهو ده شكلها أهو.
في التسويه لسه طبعا هتخمر وهتعمل معانا ايه شكل حلو جدا احلى من كده. اهو مش باينه يا ماما، انت ايدك مرفعه فوق قوي. اهو نزلي ايديك شويه، لا ايدك نزليها تحت شويه يا ماما. اهو هنعمل بقى ايه، عملنا المنين، هوريكم برضو طريقه عمل القلقيش، يعني هوريكم واحده من ده وواحده من ده ونكمل الكميه وندخل على التسويه على طول. تعالوا بقى يا بنات نعمل القلقيش بالعجوه. ده خلصنا المنين، هندخل بقى في القلقيش. عملت ايه؟ شفت زي ما انا عملت معاكم في المنين، عملت قطعه عجين وقطعه عجوه، لا عملت 2 عجين وقطعه عجوه. بعمل ايه؟ اول حاجه بقى انا خلاص عملتها كده بين الكيسين، هنزل العجوه بتاعتي اهو، هنزلها فوق العجين بالشكل ده. شايفين الموضوع سهل جدا مش صعب خالص. ولو عندك اماكن ما فيش فيها عجوه تقدري تبداي تزودي زي ما تحبي. تمام كده يا بنات. بعد كده بنزل بقى عليها بالعجينه التانية اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه كده يا رسول الله. وسطها كده ماما بقى نزلت تسوي القرص، لان ما شاء الله اختمرت على طول. وانا ايه قالت لي اعملي بقى انت الايه القرقيش. انا اقطعها على ايه صوابع، عايزه بقى تقطعيها تخينه عريضه رفيعه زي ما تحبي. اهو بسم الله الرحمن الرحيم وبركه هدايتي الله. بالشكل ده اهو، زي ما قلت لك تقدري تقطعيها يعني زي ما انت عايزه عريضه رفيعه. انا خفت اعملها من ارفع من كده ترجع تزعقني، فانا هكملها بقى ونقطعها بقى ايه على ايه صوابع. زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو يا بنات، تقدري بقى تقطعيها ارفع واطول زي ما تحبي، بس احنا بنحب الحجم ده. بسم الله ما شاء الله طلع معايا شويه قراقيش بالعجوه حاجه كده تحفه. اللي انا عملته قدامكم طلعوا معايا الكميه الحلوه دي ما شاء الله، تعمليها كده بالف هنا لاولادك. بتمنى بقى الفيديو بتاع النهارده كده يعجبكم، وتعالوا نزين المنين بتاعنا على طول. اول حاجه كده عندي ده صفار بالطين، بنستخدم الصفار مش البياض، يعني مش بيضه كامله، بتاخدي كده صفار بالطين وعليهم من رشه بسيطه من الفانيليا طبعا عشان زفاره البيض. ومعايا هنا السمسم اللي هو اللي مش متحمص، سمسم ني اللي هو الفاتح. وهبدا بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم اخد كده اول حاجه. لو عندك بقى لو في فرشه سيركون يبقى يا ريت، بس بصراحه ما فيش عند ماما. فهنزل كده بس بالبيض كده في البيض اهو، وبعد البيض صفايه زياده وباخدها بقى في الايه في السمسم بالشكل ده اهو. نعمل واحده كمان بسم الله ما شاء الله خمرم خالص، هو عشان كده انا بعمل بالروح، ما كانش فيها بيض. ماما جابت لي بيض قلت بقى اعملها معاكم، لكن ممكن وقت التقطيع تعمليها على طول مفيش مشكله خالص. بسم الله ما شاء الله يا بنات، شايفين بقى القرص والمنين بتاعنا والقراقيش حاجه كده تحفه. شايفين القراقيش عامله ازاي والقرص يا بنات تحفه 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 تحفه. بسم الله ما شاء الله، يعني عايزه اقول لكم ده اجمد فيديو قرص ومنين بالعجوه على اليوتيوب. تسلم ايدك يا ست الحبايب. شايفين القرصه، هوريك على كده عن قرب. شايفين القرصه مفرغه مش مكتومه، دايبه، هنوريكم دايبه ازاي اهي، دايبه دوب اهي ما شاء الله جميلة جدا. شكلهم بألف هنا ومليانة بقى فراغات، يعني القرصة بتاعتنا مش مكتومة. ولو خدت بالكم العجوة العجوة ما شاء الله في نص القرصة بالظبط، لا باين منها جزء ولا محروقة ولا أي حاجة. هي جميلة. شايفين بقى وشها زي ظهرها. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، تحفه يا ماما تسلم ايدك بجد. شايفين برضو المنين، قصدي القرقيش، المنين تقدري تعمليها ساده، احنا بنحبها بالعجوه فعشان كده عملناها كلها بالعجوه. الناس برضو بيعملوها حجيبه، بكبرها عن كده وبيعملوها حجيبه زي ما انت عايزه، التشكيل ده براحتك بقى ما شاء الله تحفه. ده اللي انا عملتهم بقى كان كميه باقيه يعني سمسم باقيه قمت مكمله بيه. شايفين برضو المنين، وريهم المنين كده يا ماما وجماله. بسم الله ما شاء الله تحفة يا بنات، جميل جدا. لوحة فنية. ليه تشتروه بالغالي لما ممكن تعملوه في البيت بأرخص يعني قالك بربع التكلفة وأنضف وأرخص بكتير. تتمنى الحاجة اللي ولادك بياكلوها. بتمنى بقى الفيديو بتاع النهاردة كده يعجبكم، يعني قول لهم بقى يحطوا لايكات كتير، حطوا لايكات كتيرة جدا للفيديو ده. كل سنة وأنتم طيبين. وأنتم بصحة وسلامة يا رب. كل سنة وأنتم طيبين، أنتم في رعاية الله ومع السلامة.